هذه برمجة خاصة على إيفام معكم أنتوما المستمعين. شكرا لكم ديما لموجودين معنا, شكرا لكم على متابعتكم على صفحتنا على الباش فيسبوك راديو إيفام ستريمينج لايف على إيفام تي في, وبطبيعة تسمعوا فينا في الإذاعة. تحياتنا تصلكم وين ما كنتوا, شكرا لكم على التفاعلات متاعكم الكل. شوية آخر في آخر البرنامج ديما نحب نسمع رأيكم على 31 380 ألف, زادة مرحبا بالتليفونات متاعكم الكل, رأيكم مهم ومهم جدا, رأيهم هما زاد مهم ومهم جدا, منتظر جدا. نحكي على الفنانين التوانسة ونقابة الفنانين التوانسة, تقدم بلاغ توصفه بالهام جدا والتاريخي, وتعبر فيه نقابة الفنانين التونسيين عن مساندتها للتحركات والمطالب الشعبية للتونسيين كافة, والذي نحن جزء منهم, والإجراءات الاستثنائية التي اتخذها سيد الرئيس قيس سعيد والتي جاءت لتترجم هذه المطالب التي طال انتظارها ولتصحيح أوضاع اقتصادية واجتماعية مزرية أثرت في حياة المواطن البسيط وأثرت سلبا على كل المهن الثقافية والفنية في البلاد, على أن تعود الأمور إلى نصابها في أقرب وقت, وتعود مؤسسات الدولة إلى سابق عملها بعد تصحيح مسارها, وحتى تواصل تونس مسيرتها الديمقراطية والتنموية تحقيقا لأهداف الثورة التونسية ونضالات شعبها وشعارها العالمي خبز حرية كرامة وطنية, كما نهيب في شعبنا العزيز ألا ينساق وراء الفتن والخطابات التفرقة. نحن شعب واحد نعيش تحت راية واحدة, مهما كان الاختلافات الفكرية غايتنا الوحيدة هي مستقبل مشرق لبلادنا وأولادنا. إذا الشعب يوما أراد الحياة فلا بد أن يستجيب القدر. عاشت تونس حرة منيعة ديمقراطية. على الدوام الهيئة الإدارية لنقابة الفنانين التونسيين, وعن نقابة الفنانين التونسيين معنا الفنانة التونسية نوال غشام. نوال مرحبا بيك. مرحبا بيك, كل عام وانتم بحين بخير وتونس بألف خير, وإن شاء الله تونس نقول بلغتنا احنا غدوة خير. إن شاء الله إن شاء الله غدوة خير على بلادنا. هذا أكيد, هذا نقابة الفنانين التونسيين تخرج البلاغ, هذا الفنانين ونقابة الفنانين التونسة تساند بلاغ رئاسة الجمهورية. نعم احنا نساندوا طبعا باسم النقابة وباسم الفنانين التوانسة الأحرار اللي يحبوا بلادهم, اللي معناتها نخافوا على شعبنا نخافوا على بلادنا. احنا من الاول والاخر احنا شعب, يعني من الشعب نفسه, واحنا كي نغني ونغني للشعب, احنا نعيشوا في تونس, احنا نحب بلادنا, احنا رفعنا راية البلاد في عديد المهرجانات المحلية والدولية والعالمية. دونك ما نجموش نكونوا الا مع إرادة شعبنا. وإلى جانب هذه تعرف اللي الظروف اللي ولت فيها تونس والصورة اللي ولت فيها تونس بحكم أننا نسافر, وبحكم أن عندنا علاقات البرة, بحكم أنه فما يعني كلنا كفنانين معروفين في تونس عندهم علاقات وعندهم ناس تعرفهم وعندهم طبعا نجوم وعندهم علاقات في كل الدول العربية طبعا, أكيد جمهورهم كبير. ونشوفوا نظرة صورة تونس كيفاش ولات, هذايا شيء وجعنا احنا, وجعنا برشا برشا, وقلناه وقت اللي مشينا لسيادة الرئيس في شهر أفريل أعتقد. قلنا له راهو الصورة متاع تونس درجعت برشا, صورة تونس ما عادش كيما قبل, نحبوا بلادنا تكون أحسن, نحبوا بلادنا تكون أحلى, نحبوا نعيشوا في اطمئنان في بلادنا, نحبوا بلادنا ترجع الفرحة في بلادنا. احنا عنا صراحة معناتها عنا سنين ما شفنيش الفرحة, ما فرحناش الفرحة اللي شفتها أنا وشافوها الناس الكل, وشافتها تونس كاملة من الشمال إلى الجنوب, من بنزرت إلى بن قردان إلى برج يعني ما شفناش الفرحة اللي شفناها نهار خمسة وليلة 25 جويلية, وكانت بالحق معناتها فرحة كبيرة ياسر, فرحة عارمة. علاش احنا منش ضد التشفي ولا ضد الانتقام ولا ضد حتى شيء, ضد اي انسان فشل في مهامه بنية طيبة ولا مش نية طيبة, ولا عمل عنده دوسيات ولا ما عندهش دوسيات, هذاك ثم قضاء تو يحكم, وتو نعرف عندي ثقة أنا في القضاء التونسي تو سيرتو باش يعطي لكل حق حقه. اللي عمله سيد الرئيس قيس سعيد صراحة معناتها
انا اقول باسمي هذايا صعب شنو نقولوا اللي ما خيبش ظني فيه وقت اللي حكيت معاه وحكينا معاه مجموعه الفنانين الكل وشفنا الراجل قديش مثقف قديش متمكن قديش فاهم الدنيا كل فاهم مش اللي صاير الكل فاهم اللي تونس قاعده مريضه تونس لازمها تتعافى تونس لازمها تعاود ترجع تقف على ساقيها وبولادها باش تقف على ساقيها بناتها برجالها بنساها بالامن بالجيش بالحكمه السياسيه نوال غشيم احنا عبرنا عليه. نوال غشيم انت تعرف اللي في كل الازمات في كل الاوقات الاستثنائيه اللي تمر بها البلدان دور الفنان دور مهم ومهم جدا طبعاً. مع الشعب نتاعو. انتوما عندي غنيه باش نسجلها على فكره يعني انا نحب نسمع من عندكم انتوما شنو جوستمون وين تعملوا في المده القادمه. اول حاجه قبل ما نسال على هذايا السؤال اللي باش يستبق شنو انتظاراتكم في الايام القادمه كيفاش تقراوا في الايام القادمه كيفاش تراو فيها. نعرف اللي زاد الفنانين التوانسه تعداو بوضع صعيب برشا هالعامين اللي تعداو مع الكوفيد ومع الوضع الصحي اللي نعرفوه الناس الكل قبل ما نوصل للوضع السياسي. معناتها كيفاش تقراوا في الايام القادمه؟ والله شوف اللي انا ممكن قلناه هكا ولكن ديما رانا كلامنا يكون برزانه شويه ما نحبوش نعملوا تصريحات اعتباطيه او تصريحات تزيد تعمل بلبله وكلش. احنا وقت اللي انا كنت موجوده مع مجموعه الفنانين اللي قابلنا اللجنه العلميه وحكينا معهم في الشهر اللي فات قبل ما تتعاود معناتها الفاج الاخرانيه هذيا نتاع الكوفيد كي حكينا معاهم قلنا له اعطينا وقت البروتوكول وقبل ما يبدا معناتها تقريب باش يبداو يعطيو تصريح انه باش نعملوا مهرجانات وباش نعملوا برجة حفلات ولكن بشروط وببروتوكول صحي وكذا وتفاهمنا عليه وكل شيء فهما بيدهم كدكاتره هما دكاتره راهم سياسيين معناتها فهمت قالوا احنا معناتها شدينا صحيح في حكايه الكوبر فو قلنا لهم شنو يعني شنو الفائده من انه نعملوا كوفر فو على الاقل وخروا لنا فيه شويه باش احنا نجموا نخدموا باش الناس تنجم تخرج تمشي للحفلات للمهرجانات متى يبدا فما شويه هكا قال في اخر انا نتذكر الدكتوره اللي موجوده في اللجنه العلميه قالت راهو بصراحه راهو موضوع الكوفر فو موضوع سياسي ماهوش موضوع علمي ولا ماهوش موضوع صحي. من الاول سيفري وقت اللي تعمل كوفر فو معناتها من الاول وكل ولكن من بعد اصبح موضوع سياسي احنا ما عنديش دخل فيه كبير اللي عنده دخل فيه رئاسه الحكومه طبعا هي اللي تقرر هذا. دونك يعني الفنان تضر من القرارات السياسيه وتضر طبعا من الكورونا كما الناس الكل كما طول كما اي قطاع اللي اي قطاع اخر احنا كنا صابرين وسكتنا وعامين توا ما خدمناش وقلنا حتى مش مثالش حتى كي نطالبوا يا ولادي نقول لهم على الاقل اقامنا حل اقامنا تعويضات اعملوا اعملوا ما تحاولوا باش تعاونوا شويه الفنانين ما نحكيش على انا روحي بركه ولا نحكي الفنانين المعروفين فما موسيقيين وفما ناس تخدم وفما عائلات وفما الاف 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 مئات الالاف العائلات اللي تعيش من الميدان الثقافي والفني. نرجع لك نوال غشيم السؤال الاخر اللي هو كيف ما قلت في الازمات الكبيره في اللحظات التاريخيه الكبيره اللي تمر بها الشعوب زاد وقتها الناس تستنى وقفه الفنانين شنو باش يعملوا معنا الفنانين كيفاش باش يكونوا حاضرين معنا انتم شنو ناويين تعملوا؟ اول وقفه انه نساندوا القرارات الاستثنائيه اللي قام بها سيد الرئيس. واضح هذا واضح في بيان النقاب. النقطه المهمه الاولى ومعاه انه طبعا مساندتنا للجيش الوطني نحبوا نشكره شكر كبير نحبوا نشكروا الامن الوطني نحبوا نشكر الناس اللي قاعده واقفه بالحق الوطنيه في تونس وهي كثيره وكثيره جدا ونحبوا نشكروا الشعب التونسي. انا من باسمي وباسم الفنانين الكل سواء في النقابه ولا خارج النقابه نحبوا نشكروا كل انسان خرج نهار 25 شويلية فك السخانه هذيك الحنانيه كيفاش نقولوها فك القايله وتكلم وقال ستوب لهالمهازل اللي قاعده تصير. اوكي انا نحب نشكرهم باسمي وباسم الفنانين الكل وهذاك اللي خلى الرئيس يعمل الاجراءات هذه ويتحرك بسرعه. اكيد انه
راجل يعرف ايش قاعد يعمل، يعرف ايش قاعد ينظم. احنا طالبين انه الامور معناتها تمشي بسرعه وبرسانه، مش بسرعه هكاك، لا بسرعه، على خاطر نحبوا البلاد ترجع تخدم، نحبوا المؤسسات الدوله ترجع تخدم، نحبوا مؤسسات الدوله ترجع الى معناتها في النسق نتاعها العادي باش البلاد ما تطيحش. ونعرف اللي قدره ربي تونس مش باش تطيح، تونس ماشيه الى الافضل، ماشيه الى الخير. علاش باش نقول لك عليه؟ لانه كي تلقى شعب اللي هو اقوى شيء، الشعب مع الرئيس ومع الجيش ومع الامن، دونك انا بالنسبه لي انا يعني لزاتو الكل موجودين باش نطلعوا ببلادنا بهالسفينه هذه اللي هي قاعده تغرق، وعندها وصلنا لدرجه خايبه برشا الحقيقه. اللي نشوفه فيه معناتها في مجلس النواب، واللي نشوف فيه مستوى منحط، بصراحه ياسر معناتها ياسر ياسر ياسر، تحس اللي فما ارتجاليه في كل شيء. ما فما القرار كي يخرج يخرج هكاك، هيت يخرج بركه وبعد بعد ما كيفاش يقولوها يخرجوه من غير تفكير ومن غير درايه ومن غير دراسه، يعاودوا مره يرجعوا فيه معناتها بصراحه تخلويه كبير ياسر. وتونس ما تستاهلش هذا الكل. احنا ناس مثقفه وناس واعيه وناس قاريه وناس وشباب معناتها ذاق الامرين وشباب طموحه. انا في عمري هذايا وليت نقول انا ما عادش نشوف في غدوه انا في تونس. وصلنا الى درجه انه مش شباب بركه اللي ما عادش نشوف في مستقبل. حتى الناس انا كان في اسختناج معناتها انا عمري 49 سنه نخزر نشوف وكل ما عادش نحب نعيش في تونس بالجو هذايا. يعني تونس ولدت بلاد ذبابية في كل شيء، ما فمش فرح، ما فمش أمل. حتى كان ثم المرض راهو يجي وقته ويتنحى، والمرض نفسه نحس اللي يعني نكونوا ماشيين نحو الانفراج. تصير حكاية فيها قرار سياسي معناتها أحزاب تخرج تعمل مظاهرات تخرج من على شنو بدون هكا وعي، بدون ناس قاعده في ديارها ومضحيه، ناس فلسة، ناس مشاريعهم فلتت، ناس شعب معناتها تعب. وانت تعطي في قرارات كيما جيت وتخرج معناتها الاحزاب بصراحه اللي صار في تونس كان لازم وقفه تكون قويه وصعيبه، ورغم اللي معناتها اللي دور معناتها مش سهله. احنا توا نستناو الحقيقه الفتره هذه، خاطر الفتره هذه راهو فتره نتاع معناتها كيفاش نقولوا مخاص تنظيف وتنظيم واعاده تنظيم الصفوف والادارات والدنيا، خاطر برشا فساد وبرشا برشا الدنيا معناتها داخله بعضها برشا، لازمها ترتيب البيت كما يلزم. وبقدره ربي معناتها باش نحاولوا انه ان شاء الله ونتمنى انه ما تطولش الفتره هذه، باش فيسا من بعد نعاودوا نرجعوا الى حياتنا الثقافيه العاديه، وترجع العباد فرحانه وترجع العباد بيان سور بالبروتوكول الصحي، خاطر هذاك ما ننساوش راهو اللي مازالت فما الكوفيد موجوده، وان شاء الله التلقيح تمشي بنسبه معناتها مرتفعه. طبعا بيان سور، خاطر هذاك هو الحل الوحيد. انا قلت لك انا الحقيقه عندي ثقه كبيره ياسر، والفنانين كل نتصوروا وحكينا مع بعضنا متفائلين خير فرحانين، الى جانب كل واحد اكيد باش يكون عنده معناتها مبادره فنيه، اللي باش يغنج غنيه واللي باش يكتب شعر واللي باش يعمل هذا كله بشوي بشوي تويجي في الايام الجايه. نتمنى انه بلادنا وشعبنا سورتو الشعب يكون ثقيع القاعه على الارض، ما ينساقش وراء ال معناتها الشعارات اللي ما دخلوش بعضه برشا. هو انقلاب، هو مش انقلاب، هو بصراحه ما تخلي هو السياسيين والمحللين خلي يخدموا على روحهم، انا نقول خليهم يخدموا على روحهم. الشعب راهو خرج لبرا وخرج وعبر عن فرحته وقال كلمته. انقلاب مش انقلاب، انا نعرف مش انقلاب دستوريا مش انقلاب، ولكن الشعب حتى كان انا باش نقول ولا غيري باش يجي ضدي ولا الاخر باش يجي معايا ولا معانا كفنانين ولا مش معانا، احنا كفنانين قلنا راهو الشعب قال كلمته، الشعب فرحان، الشعب عطى ثقه للرئيس
اللي برهن بالحق أنه كتب يوم 25 جويلية تاريخ جديد لتونس الخضراء. الفنانة نوال غشام، أنا نشكرك اللي أنت كنت موجودة معنا في التعليق يعيشك. عن بلاغ نقابة الفنانين التونسيين، بالتوفيق ليك، شكرا ليك اللي كنت معنا، كنت وإن شاء الله ذكرت على غناية تو ناخذوها ونسمعوها. عندي غناية وبشكون موجودة عندكم إن شاء الله في أقرب وقت، يعني خلال 24 ساعة إن شاء الله تكون موجودة. مرحبا. هي بينصير تحكي على الوضع اللي احنا فيه، إن شاء الله تعجبكم. وشكرا ليك وشكرا لكل مستمعين إي إف إم. وعاشت تونس حرة، بلد الفرح الدايم وبلد بالحق السعادة والفرح والكرامة. شفتوا، شكرا لك فنانة نوال غشام، شكرا لك اللي كنت معنا كيف ما قلت في تعليق على بلاغ نقابة الفنانين التونسيين، اللي هي تقول كما قلت البلاغ يسان التحركات ومطالب الشعبية التونسية للتونسيين كافة، واللي نحن جزء منهم، والإجراءات الاستثنائية اللي اتخذها رئيس الجمهورية قيس سعيد. كانت معنا الفنانة نوال غشام عن